طب وانت متابع بقى يا باشمهندس خليه النحل الاهلاويه ديت في البطوله؟ كل واحد بيقوم بدوره، كابتن محمود الخطيب رئيس البعثه بيقوم بدور مهم جدا النهارده، عمل اجتماع يعني هو الراجل تحس ان طول الوقت بيفكر في تفاصيل. جه بعد قبل الغداء قال نقعد مع الاعلاميين، وكانت جلسه الحقيقه كويسه جدا، لانه نقل تصوراته، نقل فكره، نقل مجلس الاداره بيفكر في ايه، وطلب من المجموعه الاعلاميه ان تلتزم بانها تتحرك في التوجه بتاع البعثه وبما يخدم البعثه، ولا حاجه تتقال زياده ولا يحصل تعتيم على حاجه لازم تتعرف عشان ما حدش يجتهد ويطلع اشاعه. كانت جلسه يعني سمع للناس وقال لهم هو يعني بيفكر ازاي، واعتقد ان كل واحد قام القعده دي عارف دوره وعارف هيعمل ايه يعني.